أسلم على رسول الله، وإذ ينكشف الحجاب فأرى رسول الله يرد السلام على أهل الأرض، فقال لي: يا شيخ عيسى، أقرئ حلب من أهل حلب مني السلام، وأخبرهم أني أرد السلام على كل أهل الأرض وأنا مضطجع إلا على أهل حلب، أقف لأرد عليهم السلام. لكثرة المدينة هي أكثر مدينة تصلي وتسلم عليه في الأرض كلها.